السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وسلام وامان ان شاء الله. معايا النهاردة هنتكلم في فيديو النهاردة عن كل تصريحات الفنانة المحترمة حفاف شعيب وردها كمان على خلع الحجاب، وكمان تفاصيل كتيرة جدا عن خيانتها من زوجها السابق، هي اعترفت بيها بنفسها. هنصلي على رسولنا ونوحد الله ونقول لا اله الا الله ونبدأ على طول. طبعا احنا كلنا عارفين برنامج شيخ الحارة مع ايناس الدغيدي ما بيعملش حاجة اكتر من انه عايز يصير ضجة وخلاص، ضجة حتى لو بتيجي على سمعة الناس، او هو بيعمل فرقعة وخلاص، كلنا عارفين الحوار ده. ولكن لما تيجي تستضيفه واحدة محترمة زي عفاف شعيب المفروض توجهوا لها الاسئلة باحترام. من ضمن الاسئلة يا جماعة ايناس الدغيدي بتسألها، بتقول لها هو انت ممكن تقدمي دور رقاصة؟ يعني انتوا متخيلين السؤال؟ بصراحة برضو رد الفنانة عفاف شعيب كان واضح جدا، قال لو الدور ده كان جالي من زمان ايام ما كنت لسه بادئة ما كانش عندي مشكلة ان انا اقبله، انما في الوقت الحالي دي حاجة طبعا مستحيلة ومستحيل اعملها. ولما سئلت عن عدد من المخرجين والفنانات، وطبعا سئلت عن احمد زاهر والهام شاهين عن القصة الشهيرة، لما الهام شاهين قالت له لو مش محترم اهل الفن بلاش تبقى معاه، هنتكلم في الموضوع ده. ولكن نتكلم في موضوع محمد سامي المخرج اللي هو دايما عصبي، وقالت بيعلي صوته ومش عايزه اقول اللفظ، وقالت بيسب الدين انا مش حابه اقول الكلام ده، لكن هي اعترفت بالكلام ده، واحنا متوقعين ان الخفايا والخفايا في الوسط الفني اكتر مما حد يتوقع. كمان الفنانه عفاف شعيب الفنانه المحترمه قالت عن تفاصيل طلاقها من زوجها وايه السبب في الطلاق. كمان قالت سمعت طليقي اسمه طبعا رياض العريان وهو بيخني مع السكرتيرة بتاعتي. كشفت الفنانة عفاف شعيب ان طلاقها من المنتج رياض العريان بسبب خيانته لها مع سكرتيرته، قائلة اكتشفت خيانته من خلال مكالمة لها عبر الهاتف المحمول. الكلام ده قالته هي بالنص طبعا في البرنامج، وقالت الموضوع جاء عن طريق الصدفة، انا ما كنتش براقبه ولا حاجة، ولكن سمعته بالصدفة وهو بيخني معاها. واكدت كمان انها لما اكتشفت الموضوع ده عن طريق تليفون المنزل كانت ستجري مكالمة لوالدتها لتطمئن عليها، ما كانتش تقصد، كانت بتكلم والدتها فسمعت المكالمة بين طليقها وسكرتيرته. كمان قالت خلال حوارها طبعا في برنامج شيخ الحارة والجريئة مع ايناس الدغيدي، قالت ان طليقها رياض العريان رحل من المنزل بعد اكتشافها خيانته، مؤكدة انها ما قدرتش او هو ما قدرش انها تواجهه بالخيانة في نفس الوقت، لانها بتقول انا اتصدمت من الوجع اللي كنت حاسه بيه في وقتها. وكمان قالت الفنانه عفاف شعيب، قالت الشمس البارودي اتجهت الى الله بنيه سليمه وهي تحافظ على كيان المنزل، كما انها ما زالت زي ما هي جميله. وطبعا قالت للسوشيال ميديا بالكامل سيبوها تعيش، لان طبعا كلنا سامعين الكلام عن الموضوع انها تعبانه وانها بتموت وحوارات كتيره قوي. لما كمان اسمها ايه دي ايناس الدغيدي، سامحوني ان انا بقول اسمها ايه لسبب الست دي بصراحه بحس انها خليفه نوال السعداوي او انها شيطان، كمان كل تصرفاتها هقول لكم كمان على موقف دلوقتي. لما سألتها انت ممكن تقلعي الحجاب، طبعا رد الفنانة المحترمة كان واضح وصريح جدا، قالت انا ممكن اقلع الحجاب لما اكون في القبر بتاعي، طبعا ربنا يطول في عمرها، او هم بيغسلوني، والناس اللي بتلبس باروكة ده اسمه تدين زائف، وانهم بيعملوا كده يعني بيعملوا كده وخلاص على الرغم ان هو حرام، هي قالت كده في برنامجها. تخيلي بقى لما قالت عفاف شعيب، تخيلوا لما قالت الكلام ده، قالت لها معقولة الناس دي بتكرهك قوي كده؟ طبعا ده ردا على كلمتها لما قالت كل اللي حواليا كانوا بيزغرطوا لما شافوني لبست الحجاب. فإيناس الدغيدي قالت لها معقولة كلهم بيكرهوك للدرجة دي عشان كده كانوا عايزينك تقلعي الحجاب؟ ايناس الدغيدي كانت مستضيفة الكبيرة الجميلة عفاف شعيب، وبتسألها كمان في برنامج، قالت لها هو الراجل مش عيب ان هو يساعد مراته في المطبخ وفي المواعين والكلام ده؟ هي ردت قالت طبعا زمان كانوا ممكن يغسل المواعين، لكن دلوقتي طبعا ايناس الدغيدي سكتت في لحظة كده وقالت انا بصراحة ما بفضلش الراجل اللي يغسل المواعين ده، ما بحترموش خالص وبحس ان هو مش راجل من الاساس.
سامحوني في الكلام اللي هقوله، بس انا بحس ان البرنامج ده المفروض اسمه يغيروه، يقولوا مثلا شيخ الحارة والبجحة، اي حاجة في اي حاجة، او المستفزة، او اللي عايزة تعمل جرأة حتى في الدين. طبعا لما سألتها طب ايه رأيك في احمد زاهر، قالت ده فنان محترم ويقدر، والمفروض نحترم الفن القادم بطريقته دي. واحد مش عايز يعمل مشاهد طبعا فيها بوس واحضان، دي حرية شخصية ليه، وبالعكس انا احترمته جدا لما قال الكلام ده. ولما سئلت عن إلهام شاهين قالت إلهام شاهين عايشة في إن هي خلاص هي النجمة الأولى والأخيرة، وقالت كمان أنا بحبها كفنانة وكل حاجة، لكن المفروض ما تفرضش وجهة نظرها على أي حد، لأنها هي خلاص انتي بتحبي تمثيل المشاهد معينة غيرك ما بيحبهاش، والفن يعني في كل الأذواق، انتي اللي هتتحاسبي، انتي اللي هتتعاملي، انا مش بحكم على حد. ده كان كلامها عنها طبعا. وكمان لما سئلت كمان الفنانة المحترمة عفاف شعيب على اعمالها وعن الحجاب وعن كل التفاصيل اللي انا قلتها لحضراتكم، قالت انا في كلام كتير بيخصني حابة ان انا اتكلم فيه، ولكن في وقت مناسب، لاني ما بحبش اجرح حد، وانا مش علشان محجبة فخلاص انا قافلة الدنيا على نفسي، بالعكس انا متفتحة جدا، انا محجبة محجبة وملتزمة، لكن شايفة الرأس فيه شوية من الشياكة والرقي. وده اول حاجة ممكن اكون اخدتها الى حد ما على الفنانة عفاف شعيب اللي انا بقدرها وناس كتير جدا لانها محترمة. وقالت انا اشتغلت مع الفنانة نجوى فؤاد اكتر من مرة وبحبها جدا، وهي راقية رقي غير عادي كمان، وهي ست محترمة لما سافرت واشتغلت معاها. وقالت كمان الرقص في افلام زمان ده كان محترم مش زي دلوقتي، ورقص تحية كاريوكا وكمان سامية جمال ونجوى فؤاد كلهم قدموا رقص غير اللي احنا بنشوفه في اليومين دول. كمان ايناس الدغيدي ما فوتتش الفرصة وقالت لها ولو اتطلب منك انك تمثلي مشهد في مسلسل دور رقاصة، قالت انا ما بعرفش ارقص رقص بلدي وانا ما بحبش. هي يمكن جابتها كده علشان مش عايزة تزعل مثلا اصدقائها او الناس، او انها تقول فن رقصة حرام او كل التصريحات ده. كل واحد بينه وبين ربه عارف ان هو بيعمل الغلط والصح ايه، انت تعمل اللي عليك والباقي على ربنا. طبعا كان حوارها محترم وراقي جدا جدا. قالت كمان لو رجع بيا الزمن عمري ما كنت هختار زوجي الاولاني، لانه ما كنتش هحب انه يكون بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا ده كنت بحاول اجمع لحضراتكم كل تصريحاتها بطبعا السكرينات والصور زي ما حضراتكم شفتوا، لان ما ينفعش اجيب مقاطع طبعا عشان الحقوق الطبع والنشر. بشكركم جزيلا متابعين المحترمين على حسن المتابعة، ربنا يسترها من موضوع الصاروخ، بحب اطمنكم ان شاء الله خير. سلام عليكم.